تجينا على مستوى الحضور ديالنا وتجينا مجموعة من المواقف. أولا على مستوى التضامن مع الزملاء الإعلاميين الرياضيين ديالنا، على مستوى أيضا الدفاع الحق ديالنا في الوصول المعلومة، على مستوى ديال الانخراط الجدي في النقاش الذي يجب أن يسود من أجل تخليق المشهد الإعلامي الرياضي الوطني ومن أجل أيضا تطوير الممارسة الرياضية في المغرب. نعتبر أنفسنا في الرابطة المغربية الصحفيين الرياضيين، نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من الحركة الرياضية الوطنية. الحصيلة ديال 4 سنوات كانت حصيلة إيجابية، وإن شاء الله المكسب التنفيذي الجديد سيستمر في رفع شعار التجديد في إطار الاستمرارية، وسنستمر في خدمة قضايا الإعلام الرياضي وقضايا الرياضي الوطني بنفس الروح، بنفس الحماس، بنفس الوعي، بنفس الالتزام وبنفس الوتيرة.